مساء الخير، حلقة جديدة من ترند، وحلقة فيها أخبار كتيرة جدا، أخبار فنية وأخبار حلوة وأخبار برضو مش حلوة. فهنشوف شوية أخبار كده كتيرة جدا. الفنان محمد رمضان في دبي لأول مرة حس إن محمد رمضان مكسوف، يعني في حد من المعجبين حاول يبوسه، فهو الحقيقة بعد عنها وهي بسيته في خده يعني، بس كان الموضوع شكله إن محمد رمضان مكسوف. فأنا أول مرة أشوف محمد رمضان مكسوف، لكن هو اتحرج من الفانز دي او اللي هي، وطبعا الفيديو بتاعها ده جاب ارقام مشاهده كبيره جدا على تيك توك، تقريبا هو عندها 10 فيديوهات، هو ده كان التوب يعني. نروح كمان لخبر مش لطيف بقى الحقيقه. الفنانه منى فضالي قامت من يومين على حريقه في المطبخ، المطبخ كله ولع، والدتها كمان يعني حصل لها بعض الحروق وبعض الحروق يعني، وكان بشكل يعني تيخد والمطبخ كله ولع. فانا بقول لها قلبي معاكي يا منى، وان شاء الله يعني تكون الموضوع بسيط وما يكونش فيه حاجات وحشه تاني. صحينا الصبح النهارده على خبر حريق كافيه لاتينو اللي هو على البحر في اسكندريه. ناس كتير جدا لما بتروح اسكندريه بتروح تقعد في الكافيه ده. الساعه 6 الصبح تحديدا الكافيه ولع بشكل غريب، وده طبعا منظر الحريق ومنظر الكافيه، فاعتقد شيء محزن جدا، ربنا يسترها ان شاء الله وما نشوفش الحاجات دي في مصر تاني. الحقيقه انا عندي برضو خبر يعني مستغربه شويه، يعني هو الفنان لازم عنده ثقافه ان لما يبقى استلام الوطني شغال احترم الاستلام الوطني. هعرض لكم فيديو وانتوا تحكموا عليه. اتنين فنانين شباب، انا زي ما هما ما احترموش النشيد الوطني فانا كمان مش هقول اسمائهم. النشيد الوطني شغال في احد المهرجانات برضو، دي كانت الاسبوع اللي فات، وهم قاعدين بيهزروا ويضحكوا. طبعا الاستلام الوطني لما يشتغل بروتوكوليا يعني، واحنا مفروض ناس فنانين وناس عارفين، بنقف نحترم السلام الوطني. اروح بقى للخبر الاخير، وهو مهرجان اسكندريه السينمائي اللي بيقام في مدينه الاسكندريه. الحقيقه مهرجان ليه تاريخ كبير جدا، بيقام في اجواء ممتازه جدا، ندوات فنيه. مهرجان بيهتم بصناعه السينما في دول البحر المتوسط، الحقيقه فعالياته شغاله والختام النهارده الخميس ان شاء الله. فاتمنى بس المهرجان السنه الجايه يكون فيه نجوم اكتر، لان النجوم في الحقيقه قليله شويه. دي كانت حلقتنا في ترند النهارده، ان شاء الله نشوفكم الاسبوع الجاي. الحقيقه النهارده كان المفروض يكون معانا الفنانه سهر سماره، لكن للاسف الشديد جدتها توفت، وهي بعتت لي يعني المفروض كنا ميعادنا الساعه 7، بعتت لي الساعه 4:30 ان جدتها توفت، فالبقاء لله، ربنا يجعلها اخر الاحزان وتبقى معانا قريب ان شاء الله. شكرا، دي كانت حلقه النهارده، الى اللقاء.